اللي بسألك أبو أحمد، شوف لنا أم أحمد الله يرحم والديك، إذا في أخبار عن أم علي ترد علي الله يخليك. إيه إيه جزاك الله خير، أنتظر منك مكالمة. مشكور أبو فاطمة. أنت من دخلتك علي للمحل عرفت حق وين جاي، بس الأوضاع كلش سيئة، سوق ماميش، وتمينا نبيع بسعر التكلفة، شغل ماميش، وهذا دين لازم أأديه. عندي كم دينار بعطيك إياها الحين، والباقي بعدين الله يسهلها إن شاء الله. هاي طلبيات كستاري. سهل، تفضل. ما كان هذا المبلغ المتفق عليه؟ بالعكس، هذا المبلغ سألت أنا عن نفس الشغلة هذه، قالوا تستوي بأقل من كذي. لا مو حاجتي للمبلغ، شو ما سويته أنا، لكن يلا الله يبارك لك فيه. هلا ابو علي، سامحني ازعاج اخوك، بس حبيت اخبركم انه في مسج كانت مطرشته ان ام احمد لام علي طول هالفتره ما وصلها، الظاهر كان التلفون مبند، بس البارحه طلع انه استلمت المسج فكتبت للتلفون تسال عن ام علي، فما ندري الحين التلفون عندها طايح مباق، حصل احد وشغله، بس يعني ان شاء الله خير. احنا للحين ما حصلنا اي رد، واول ما نحصل اي رد بنخليكم في الصوره. وعلي هلا بيك حبيبي. وش سوي؟ يعني اشتغل على اعلان لمحرم ان شاء الله هالسنه. الله يساعدك وياك ان شاء الله. يا ولدي انا بصارخ في شيء، انت الحين كبير واعتبرك صديقي لي، قاعد انفس همومي وياك. الحياة الحين صارت صعبة، الورشة ما لها مدخول، والربية ما تطلع إلا بغصب. إحنا لازم نعيش على قد حالنا وناكل المتيسر إلى ما الله يفرجها إن شاء الله. يعني أنت محتاج فلوس أبوي؟ مو فينا ما هو محتاج فلوس. اليوم بياني واحد من الديانة استحيت أطالع في وجهه،
وش يسوي؟ ان شاء الله تفرج يا ولدي. ان شاء الله. وموضوع اخواني بعد لا تحاتي. انا عندي معاشي وان شاء الله بتيسر الامور. الفيزات اللي انت توفرها خلها لمستقبلك، باكر وراك زواج. والله كريم ان شاء الله. ان شاء الله. والحين يا ولدي تاخر، بروح اريح لي شويه. وانت بعد لا تسهر واجد. ان شاء الله. انا بس بكمل الاعلان ودور حنان ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله في خدمه اهل البيت ان شاء الله. حبيبي تصبح على خير. انت يعطيك العافيه. حياك حج احمد، حياك. مثل ما انت شايف هذه الصاله واسعه ما شاء الله، تكييف فيها زين ومؤثثه بعد. حياك بعد بتشوف هني مراويك. حياك بعد احمد هني. شوف مثل ما انت شايف هني المغاسل والحمام والخدمات بشكل عام اللي تخدم الطابق الارضي ككل. حياك بعد، حياك مراويك. حياك. ومثل ما انت شايف بعد هني شوف هني طبعا الليل الاضاءه تشتغل عن طريق السنسرات. حياك مراويك الطابق الاول الحين في ثلاث احجار وكل حجره بحمام. طبعا هذا الطابق الاول الغرف اللي حياك مراويك الماستر مراويك طبعا.
بالنسبة للمساحة الأرض وبالنسبة لمساحة البناء. طبعاً مساحة الأرض 168 متر مربع، مساحة البناء 250، والسعر 120,000 دينار. وش النواطد شوي السعر؟ شوف هني دي المنطقة هذه سعرها، يعني ما بتحصل أقل من السعر، وما بتحصل أقل من السعر طبعاً. وهذا ما شاء الله بيت جودة، يعني بانينا بجودة عالية، وأنا أعطيك بيت وعلى الضمان. كم مدة الضمان على البيت؟ الضمان عليه سنة كاملة، أي شيء يصير فيه خلال السنة إحنا نجي نجيبه. هل هو البيت قابل للتفاوض أو سعره هذا ينهار؟ سعره ثابت مثل ما وضحتك، يعني هذه المنطقة ما بتحصل سعر أقل بهالجودة. تمام، بس بالنسبة للسعر، نرجع إلى السعر، ممكن تنزلونا في السعر؟ أنا عجبني البيت، البيت ما شاء الله عليه، بس بالنسبة للسعر مثل ما خبرتك البادجت مالي أقل. أنا راح أتواصل ويا المالك بعد وأشوف إذا يقدر يعني في تفاوض، وراح أخبرك إن شاء الله ولا يهمك. إن شاء الله. وش اخبارك عمي؟ وش اخبار الاولاد ومرت عمي؟ وش اخبارهم؟ ان شاء الله زينين. الحمد لله كلهم بخير. مشكور يا ولد اخوي على زيارتك وصلت رحمك. حاضر لك حبيبي عمي. انا طبعا ادري بظروفكم الصعبه اللي تمرون فيها في هالفتره، وادري عن ابوك عزيز نفس، فاذا تحس محتاجين اي شيء لا تتردد تتصل لي يا ولد اخوي. لا احنا وضعنا زين ماشي الحمد لله. هذا واجبي، وأنا إن شاء الله باكر بشتري لكم أغراض إلى البيت وبجيبها لكم. حبيبي ما عليك قصور حبيبي، الحمد لله إحنا عيشتنا ساترنها ربك، وما عليك قصور يا حبيبي. وأنا أدري إن أبوك كل سنة يحيي وجبة ليلة حادي من محرم، بدون وضعكم السنة مختلف، فما أدري كيف يعني بتمشون الأمور. وبين وبينك صار لي فترة شايل همها، وإن شاء الله خير أشوفه واجل يفكر فيها يعني، وهام روحه. أنا إذا شفته إن شاء الله لازم بتكلم وياه، وبقترح عليه إذا يسوي وجبة خفيفة أو حتى ما يحتاج يسويها السنوات الجاية إن شاء الله ما هي مشكلة. إلا بسألك يا ولد أخوي، شو أخبار الوالدة في عمان؟ إن شاء الله مستانسة. والله وش أقول لك يا عمي، الوالدة صار لها فترة ضايعة وحالنا مو حال، ولا ندري وش صاير وياها هناك. وش تقول؟ ضايعة؟ دخل لي هذا اللي اسمع عليه. ان شاء الله. حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اخ علي، انت طرشت السي في مالك على البريد الالكتروني على شبكتنا، مثل ما واضح عندي انك ما شاء الله عندك خبره في مجال التصوير الممتاز، صح؟ صح، اي مبين في السي في. المهم ما علينا، احنا هني نشتغل تبع الفنانه سمر، طبعا تعرفها ما شاء الله عليها، عندها متابعين واجد. المهم ما علينا، هذه الفنانه سمر احنا هني كلنا نشتغل تحت امرتها، تقول لنا يمين روح يمين، تقول لنا يسار وش روح يسار، عرفت؟ فاحنا لازم ما نخسرها، سمعتها من سمعة شركتنا، فارجو انك تتقبل الوضع، ولما تقول لك شيء تقول لها ان شاء الله. تبي سيارات، تبي تروح صالون توديها، فعادي الوضع، حتى يوم عاشر لما تتصل لك قول لها ان شاء الله، عرفت؟ هذا شكلك مو عاجبك الوضع. المهم كم متوقع راتب؟ إن شاء الله. راتب؟ أهلاً أستاذ. شو هالأشكال اللي تجيبونها لنا؟ معذرة أستاذي،
دخل الا بعد دخله ان شاء الله. الحين الرقاصة خافت على سمعتها، وأنا اللي أشتغل للحسين ما خفت على سمعتي. بأي وجه قابل الزهرة يوم القيامة بعد ما كنت خادم لابنها؟ آخر عمري أصير خادم لسمر؟ والله عيب عليك.